ما عجزتش، هي بالعكس هي حاطت قدامها احلام شبه مستحيله، احلام دايمه بتحط الحلم قدامها وبتحققه. انا تزوجت بدري وانا في اخر سنه في المعهد، وبعدين ربنا رزقني ببناتي، بس الحياه الاسريه للاسف يعني ربنا ما قررش انها تكمل، الاب تركهم وسافر. اصعب حاجه ان الولاد لما كانوا في المدرسه ويرجعوا يسالوني دايما دايما عن والدهم، او ليه هو مش موجود زيهم زي زمايلهم. انا كنت مسافره في بورسعيد علشان خاطر ان انا يعني اشوف عمل هناك يكون يدير دخل احسن. العربيه عملت حادثه في الطريق، قدر الله ان انا اصاب في ظهري كسر في منتصف الظهر بالظبط. بعد الحادثه طبعا الموضوع كان صعب في الاول، لكن الحمد لله بعد كده هي ماما قويه جدا وقدرت انها تعدي المرحله دي بينا، لان هي كان احنا كنا صغيرين وكان صعب يعني، هي لو ما كانتش قدرت تقف احنا ما كناش هنقدر نكمل معاها. عمري ما حسيتها ان بابا مش موجود ولا ان ماما في مشاكل صحيه، عشان هي مش عايزه تحس انها تقيله علينا، مش عايزه يعني ان احنا حياتنا تبوظ بسببها. انا بناتي يعني الحمد لله شهادات جامعيه مرموقه، يعني بكالوريوس تجاره عين شمس، بكالوريوس هندسه عين شمس، واكبر تعويض ليا هو ولادي اللي الناس بتحسدني عليهم. ماما كل حاجه عندي، من غيرها ولا كنت هبقى مهندسه ولا كنت هتجوز ولا كنت هحس ان انا ليا قيمه اصلا. هما ثروتي، هما التعويض بعد كل اللي شفته. وحاولت ان انا اشتغل في اي حاجه، اي حاجه خاصه يعني، بعمل مفارش وبعمل فوط شياكه وبعمل حاجات انا ما كنتش ما اعرف انه في حاجات جميله كده. والنهارده بقى ربنا رزقني بالاحفاد بقى، فمش عايزه اقول لك يعني نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. فلما عرفت ان في رفع اثقال فرحت فيها فعلا، وبعد 3 شهور بالظبط من التدريب ربنا اكرمني وخدت مركز اول وميداليه ذهبيه في بطوله الجمهوريه. الاعاقه كلمه مرض، وانا مش مريضه، انا مش مريضه. انتم بتاكلوا انا باكل، انتم بتشربوا انا بشرب، انتم بتمشوا انا بروح. مع بدايه حياتها فكره الاعاقه وفكره انه هي كانت كل الاطفال اللي معاها اطفال سلام وبيجروا في المدرسه وبيلعبوا، وهي الوحيده اللي على كرسي، ورغم كده قدرت تتفوق عليهم كلهم، تجيب مجموع كبير، تدخل كليه طب الاسنان وتحقق تقدير كبير. الدكتور قال له لا دي ما تقدرش تتحمل مهام الجواز والخلفه والكلام ده، وعندها الحوض والرحم كونتراكتد يعني منكمشين، وهتلاقي صعوبات جامده جدا. فوالدي بيقول لي طب هتعملي ايه؟ قلت له ولا حاجه، انا هشتغل في الحكومه وهتجوز وهجيب عيال ومحدش له دعوه بيا. لغايه ما في الشغل زميل ليا طبيب تقدم لي واتجوزت. طب ما في ناس مش عندهم شال اطفال وبيولدوا قيصري هيعتبروني زيهم وربيتهم، بس كنت محرومه ان انا اشيل طفل على ايدي، معرفش اشيله كده وامشي بيه مثلا في معرفش يعني. وقضيت حياتي كده والحمد لله كانوا عيالي جمال ونضاف وصحتهم حلوه وزي الفل. دكتور ودكتوره ومهندس. هي كانت بتهيأ كل الظروف الممكنة ان انت تنجح، مش ناقصك فلوس، ظروف ان انت مفيش حاجة ناقصاك غير ان انت تركز في المذاكرة بس، اي تقصير تاني يبقى من نفسك مش من اي حد تاني. انا دارسة طب اسنان، لا هي يعني هي مش مجرد ام يعني، هي حتى شخص ملهم يعني. تحدث الناس كلها، تحدث الناس بينا بان هي تخلينا افضل، ان هي تعمل اسرة في ظل مثلا غياب الوالد او في ظل سفره الدائم او في ظل عدم وجوده، وهي قامت بكل الادوار. انا مش منفصله ولا حاجه، بس الدكتور تخلى عن مسؤولياته في فتره معينه كده الحمد لله. انا عملت دبلوم في تخصصي وعملت ماجستير في اداره المستشفيات والنظم الصحيه، ولسه عامله دبلوم في شهر مارس اللي فات ده اعداد قاده من جامعه عين شمس. أنا أول طبيب أسنان تمسك مدير مستشفى عام 360 سرير، وأنجزت وما كنتش فاشلة. عمري ما يعني مثلا ما أي شعور إحباط أو يأس بيكمل عندي ساعة أو ساعتين يعني، لأن دايما بشوفها قدامي فبحس إن أنا أي حاجة عندي صغيرة قوي بالنسبة للحاجات اللي هي عدت بيها. أحس إن أنا بحقق جزء من رسالتها في الحياة. ده لغاية الدراسات العليا أنا في ورام وفي دارهم، يتعلم وياخد مرحلته كلها طب ما أنا إيه اللي ينفعني غير التعليم؟ ما ينفعنيش غير مهنتي وتعليمي وايدي، هي دي اللي نفعتني وما غيبش من شغلي ابدا.
إلا وأنا ميت على السرير. شفنا فيلم الغالية. الغالية فيلم عن أعظم ما فينا، أعظم ما في المجتمع ده، السيدة المصرية والستات المصريات. زي ما احنا شفنا كل كلمة على فكرة سمعناها بجد درس، درس نتعلمه ازاي المرأة ممكن تواجه كل ظروف الإعاقة وتربي وتخرج أجيال مهندسين ودكاترة وتحقق نفسها كمان. زي ما شفنا دكتورة عزيزة زي حققت نفسها وأصبحت مديرة لمستشفى وعملت دراسات كتيرة جدا، دراسات عليا وماجستير وغيره. فيلم عن المرأة المصرية، عن جمال المرأة المصرية وعزيمتها وقوتها، اتعرض في احتفال الرئاسة بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات، ده كان يوم 21 مارس، فيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي عن كواليس الغالية، كواليس فيلم الغالية. معانا صانع هذا الفيلم هيحكي لنا بقى ما وراء الكاميرا، ازاي اختار القصص الخاصة اللي احنا شفناها، قصص النجاح والتحدي وقصص الأمل. معانا مهند دياب المخرج لفيلم الغالية واستشاري التوثيق المرئي بوزارة التضامن. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ هاني. صباح الخير. فيلم قصير، نماذج مشرفة، كلها تحدي وكلها صعوبات، خصوصا الأمومة مع أطفال صغيرين مع إعاقة أو وهجر الزوج، كل يعني الدنيا كلها تقفلت في وشها. في كتير قوي نماذج زي دي موجودة في مصر وأنتجت أجيال قوية ومحترمة ومشرفة. الكواليس زي محمد قال كده الفيلم ده، وليه النماذج دي اللي تم اختيارها، وإيه المتخيلين إن هو يجني الفيلم ده بعد ما الناس تشوفه ونسبة شهادته ما شاء الله عليه جدا؟ احنا في وزارة التضامن الاجتماعي تقريبا من 4 سنين ابتدينا ان احنا نعمل مسابقة الام المثالية بشكل رسمي، ان هي تبقى تبع رئاسة الجمهورية، يبقى في حفل رئاسي وبيتم منح الامهات وسام الكمال، ودي طبعا حاجة يعني مشرفة جدا وبقى التزام على الدولة بحاجة دايمة. فمن خلال المسابقة في كذا يعني زي تصنيف، يعني في أم تكون مثلا لأم الأطفال ذوي إعاقة، أو أم تكون أم بديلة، أو أم شهيد. وكان الإضافة السنة دي أن تبقى الأم نفسها من الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا السنة فاتت عملنا فيلم أمي وكان اتعرض برضو في الحفل الرئاسي، والسنة دي كنا بنقدم فيلم الغالية عن الأمهات من ذوي الإعاقة. وابتدينا ان احنا يعني كل مديرية من المديريات دي بتبقى مسابقة كبيرة، بتبقى على مستوى الجمهورية، بيبقى ليها شروط معينة في الترشيح، بتبتدي فتح باب التقديم في شهر يناير وبيستمر العمل لمدة 3 شهور بلجان حتى من المجلس القومي للمرأة ومجلس القومي لحقوق الإنسان ومن نواب مجلس الشعب وعدد من الافراد، عشان يتم الشفافيه والاختيار السليم لهذه الشخصيات. والوزاره بتاعها حصلت من خلال المسابقه حوالي 8000، او رقم كبير جدا على مستوى الجمهوريه، 8000 ام، وتم التصفيه وفق معايير معينه لغايه الوصول لرقم محدد لحد ما اختار ام من كل محافظه. وفي مسابقه الام من الاشخاص ذوي الاعاقه بتبقى اصعب طبعا، اللي بتبقى على مستوى الجمهوريه، بترشح لنا من كل مديريه ام، وفي الاخر بيتم اختيار واحده بس، بيبقى زي سكور لحد ما بياخد اكتر واحده مثلا بتاخد سكور، زي ما ظهر مثلا نموذجين مدام سلوى ودكتوره عزيزه، فبيبقى السكور الاعلى هو اللي بياخد لقب الام المثاليه على مستوى الجمهوريه. يمكن احنا بندور، احنا بنشوف في الاخر يعني مين الاقرب للنهائيات، وببتدي بتبقى مرحله بقى البري برودكشن والاعداد للفيلم، ببتدي ابحث عن الشخصيات واقرا الاستمارات، ولحد لما بيقع اختيارنا. ركزت على شخصيه او ايه يعني الشخصيات اللي انت اخترتها، ايه اكتر شخصيه ركزت عليها وليه الشخصيه دي شدتك انك تعمل عنها الفيلم؟ وانا يمكن انا لما بقرا كمان الورق انا بتخيل معاه السيناريو، يعني بشوف عدد الابناء ايه، بشوف الحاله هيبقى شكلها عامل ازاي، احنا لما هننزل نصور هنصور ايه، هنحب نعكس ايه. فانا يعني طبعا بالتنسيق مع الاداره المركزيه للرعايه في وزاره التضامن الاجتماعي ابتديت ان انا اشوف ايه هي الشخصيات، فصفينا في الاخر تقريبا على 3 شخصيات ان احنا هنصور معاهم. وكانت البدايه مدام سلوى، وكان اول يوم احنا حتى لما رحنا صورنا انا ما بقتش يعني مستوعب الفكره، يعني قد ايه ان هي ممكن تكون
احنا عايزين نلخص 30 سنة من الكفاح في 3 دقايق. صحيح. وده دور السينما. فانا حتى احنا بنعمل الانترفيو وهي بتحكي القصة انا عمال اتخيل احنا ممكن نطلع الجمال بتاع القصة ده كله ازاي في اقل من 3 دقايق. وبالفعل طبعا يعني قدرنا ان احنا نعمل ده جمال الفيلم التسجيلي او دور السينما التسجيليه في الاختزال. وقدرنا ان احنا ننقل القصه سواء كانت مدام سلوى او دكتور عزيز. دلوقتي النماذج اللي كانت معانا وشفناها في فيلم القصير اللي اتعرض دلوقتي سيدات، يعني احنا دلوقتي واحنا مع حضرتك كمان في جزء من الفيلم لسه ما زال بيعرض، التحديات كانت بدأ حتى من قبل هجرة الزوج، من قبل أي حاجة، زي حالات مرضية زي دكتورة عزيزة أنه هي أصلا ما تقدرش كانت تواجه تحدي أصلا أن يكون عندها أولاد وأنها تعيش حياة اجتماعية طبيعية زيها زي أي أم. إيه أهم الرسائل اللي أنتوا كنتوا عايزين توصلوها في وقت قصير وتكون يعني concentrated كبسولة أمل اللي أنتوا حطتوها دي، أهم الرسائل اللي كنتوا مركزين عليها في الفيلم إيه؟ في قصة دكتورة عزيزة يمكن العمل. ودي الكلمة اللي أنا ختمت بيها، أن أنا ما غيبش من شغلي أبداً غير لو لا قدر الله أنا ميت على السرير. في كثير من الأسوياء في المجتمع ممكن ما يكونوش حابين أصلاً هم يشتغلوا. صحيح. ولكن لما أنا يبقى أنا شخص وعندي من ذوي الإعاقة، وده على فكرة ده المسمى العلمي ليه عشان الناس ما تبقاش مثلاً متضايقة أو حاجة من اللفظ، ولكن أنا عندي نوع من أنواع التحدي، وده اللي كان في شخصية دكتور عزيز. هي كمان من صغرها يعني بتقول لي أنا كنت محرومة أن أنا مثلاً بشوف حصة الألعاب ده من كواليس مثلا الفيلم، أشوف حصة الألعاب وما أقدرش أن أنا ألعب مع الأطفال. وأن الأب يعني هي واجهت كذا مشاكل، يعني الأب نفسه كان مانع فكرة التعليم عشان المشكلة اللي عندها، ولكن هي أصرت وبعد كده خليها حركة في جامعة المنصورة البكالوريوس الطب بتاعها وهي في السويس. فكانت بتتكبد مشقة برضو وهي أن هي كانت تروح الجامعة، وهي بالنسبة لها هو تحدي، يعني أي حاجة بتتقال لها توقفها بتعمل عكسها. الدكتور لما قال مش هينفع الخلفة تحدد ده وخلاص احنا ممكن نشوف حل تاني. لحد ما انتجت أسرة متكاملة، وحتى كمان في ظل غياب الأب يعني لفترة ما، لكن قدرت ان هي تقوم. يعني هي كمان هي مش أرملة فما لهاش مثلا معايا ولا مطلقة فليها حقوق، ولكن 22 سنة فدي طبعا مشكلة كبيرة، ولكن هي تحملت الأعباء المادية والأعباء التربوية. يعني مش شرط بس العبء يبقى مادي، لا عبء تربوي، ان انا عايز اطلع نشأ سوي نفسيا مجتمعيا. الناس دي فيجرز في المجتمع ما شاء الله، دكاتره كده يعني دكاتره، وبعد كده لو حضرتك شفت الشهاده هي امتياز مع مرتبه الشرف. الدكتور كمان الاكبر ما شاء الله واخد كمان جوائز في الصحافه يعني كجزء كهوايه. ففي يعني في تحدي. كلمه مدام سلوى في نهايه الجزء بتاعها بتقول لك انت بتمشي بتاكل انا باكل، انت بتشرب انا بشرب، انت بتمشي وانا بروح دي انا حتى لما قالتها واحنا بنصور مؤثره جدا، انا من جوايا اتهزيت جدا. لان مفيش يعني في بدايل الكلمات، في بدايل على ارض الواقع للاحساس بتاعنا. خلاص انا فكره الحركه خلاص انا هتحركها وهعمل بيها، وبعد كده سبحان الله هي قدرا يعني هي كانت رايحه مسافره بورسعيد عشان تدور على شغل يزود، وبعد كده في الاخر طب ده ممكن يصيب اصلا نفسيا ممكن يخلي الانسان ينتكس الى حد ما. ولكن هي شايفه قدامها بناتها، شايف وكمان بنات مش ولاد. صحيح. فشايفه قدامها بناتها ان انا لا لازم اوصلهم لبر الامان، لازم يتزوجوا، لازم يخشوا كليات كويسه. ما استحلتش بس استنت البنت ب 14 15 سنه وتروح تجوزها مثلا عشان مسؤوليه يعني ساعتها ممكن كان المجتمع كتير ما كانش هيلوم عليها. يعني داخل الفيلم انا كنت مثلا بحاول اسالهم اسئله مستفزه، يعني طب انت ما بتفكريش ليه كنت تشغلي البنات؟ او حضرتك مثلا فكرتيش طلعي واحد بس من التعليم واجابتهم اللي هم بيرفضوا رفض طبيعي. وده يمكن حتى اللي بان الدكتور عزيز بتقولي انا في وراهم وفي ظهرهم لحد لما يكملوا دراستهم. يعني لا 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 انا ابدا، ايه اللي انت بتقوله ده، انا استحاله. لان هم بالنسبه لهم وقالت الجمله اللي برضو ختمنا بيها ان انا ما نفعنيش غير مهنتي. صحيح. ما نفعنيش غير ايدي. وان ده ان الشغل هو دي الرساله القويه فيه. رسائل كتيره جدا، بس انا شايف برضو مهند نقطة قوة جامدة جدا في الفيلم، فكرة انه النجاح في لعب ادوار مختلفة. حتى هم اشاروا لده في الفيلم وقالوا ان كل واحدة بتلعب اكتر من دور. ناجحة جدا في انها تربي وتخلق جيل
مهندسين ودكاتره مميزين جدا، مش اي مهندس كمان يعني، انت بتقولي مهندس دكتور ولادها لكن مميزين كمان، وفي نفس الوقت حققت ذاتها لانه نجحت انها تصل الى مدير مستشفى كطبيبه اسنان، ودي اول مره تحصل يعني. ففكره التحدي هنا من ناحيتين، انها تنشئ اسره قويه جدا وصالحه وقادره انها تواجه بيها المجتمع، وانها تحقق ذاتها كمان. المعادله دي او الادوار دي شفتها ازاي ولمستها ازاي في كلامك ده؟ حتى كمان حضرتك بتقول لك ده انا الشهر اللي فات لسه عامله دراسات في حاجه في اعداد القاده وماجستير وفي القاهره، يعني هي كمان بتسافر القاهره عشان المنصور. وهي من السويس. فهي انا نفسي بقول لحضرتك احنا قاعدين بنسجل معاها، احنا بننظر ان خلاص انا لما احط حاجه في دماغي لازم ان انا احققها، وبالتالي لو انا حتى داخل بسكريبت وبسيناريو بشكل معين، ساعه التصوير بيختلف تماما من قوة الحالة حتى مهما كانت مكتوبة. يعني هو على فكرة مثلا المسابقة دي بيتلاقي مثلا الابن هو اللي بيقدم لأمه، الزوج بيقدم لزوجته، فبيكتب من وجهة نظره. لما تسمع من الأم نفسها القصة حاجة مختلفة، والكفاح وقد إيه هي بتقدم رسالة فعلا عظيمة، يعني الأم وحاجات بسيطة، يعني هي كأم بتقول حركة أنا اتحرمت بس أن أنا أشيل ولادي أيوة أو أمشي فيهم أن أنا أشيل. فدي هي قد إيه كير على فكرة الأمومة، وكير أن أنا تقوم بدورها كامل، أقوم بدورها كامل، ولو هتمنعني حاجة هي دي اللي ممكن تبقى حرمتني من هذا الأمر. فالأمومة حاجة عظيمة جدا، بتسعى من خلالها تشتغل على نفسها وتشتغل على أولادها. زي الدكتور أستاذة سلوى برضو اشتغلت على نفسها، ان هي اتعلمت حاجه ممكن تدر دخل من خلال المنزل. دكتوره عزيزه كانت عشان برضو تترقى وان هي توصل تبقى مدير مستشفى كان لازم لها برضو بعد الدراسات. فايه اللي يفرق عني عن اي شخص تاني؟ لا انا لازم اكمل المسيره، وبالعكس بتدي بتبقى رول موديل لاولادها، ان اولادها حتى بتقول لك انا ما يعني انا حاله الياس ما كانش عندي ساعه او ساعتين، لان انا بحط دايما قدامي امي. ودي نقطه ان احنا مش عارفين القصص دي، او مش ولا كنا هنسمع عنها، ولكن السينما التسجيليه او التوثيق المرئي لهذه القصص بقى عن القصه دي. احنا عايزين نتكلم اكتر بقى عن وحده التوثيق المرئي الموجوده في وزاره التضامن، لكن اسمح لنا ان احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مع المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي في وزاره التضامن. لسه مع حضراتكم والمخرج المبدع مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بوزارة التضامن، وهو صانع الفيلم اللي احنا شفناه النهاردة اللي بنتكلم عنه في الفقرة دي، فيلم الغالية، عن قصص كفاح سيدات مصريات تحدينا الإعاقة وقدموا نماذج مشرفة جدا جدا جدا. واحنا في الفاصل كنا بنتكلم انا واسماء عن ازاي بقى هنشتغل بعد كده وازاي تشتغلوا، لان عندنا قصص نجاح كتير قوي في كل شبر في مصر في وراء قصة نجاح لسيدة مصرية. بس في الفاصل انت قلت لي ان وانت بتسجل الفيلم كنت بترجع كده ورا الكاميرا وتبكي، ولما جيت المرحلة التالية بعد التصوير اللي هي المونتاج في مشاهد معينة كنت بتبكي فيها، استوقفت بتبكي فيها، يعني كان تعامل يعني بشكل. ايه اكتر حاجة او اكتر لقطة انت هنا كمخرج حسيت ان انت لا انا عايز اعمل عليها فوكس زي ما بقول او اركز عليها بشكل؟ هو يمكن الصراحة احنا من الفيلم ده او فيلم بتاع السنة اللي فاتت، وحريك ورا الكاميرا انت بتسمع القصة انت مش مصدق قد ايه الشخصية اللي قدامك دي بتحكي القصة، وهي مش متضايقة، ولكن انت بتتأثر بشكل طبيعي زي ما قلنا حتى مثلا في الفصل، ان انت بتحس قد ايه الناس دي ممكن تبقى انت شخص فيه كل حاجة ومش قادر تعمل زيهم او مش قادر توصل لمرحلة زيهم. فاكتشفت ان انت عشان تبقى فن فنان حقيقي لازم تبقى انسان، يعني انت حساس. انت بتحس بالحاجة عشان تطلعها حلو. فلما حتى احنا في المونتاج الاقي نفسي برضو ممكن نبقى الواحد ممكن يدمع ولو للحظة على القصة. حتى في العرض يعني لما كان بتعرض قصاد الرئيس انا كنت بشوف ناس وهي بتتفرج بتبكي، ناس بتقشعر، حتى ناس اكثر لقطة اكثر زاوية حسيت ناس سقفت يعني. في الفيلم يمكن 3-4 مرات ما كنتش متخيل في الوقفات دي هيسقفوا، يعني سقفوا او الاول لما قالت مدام سلوى ان انا اخدت مركز اول في بطولة الجمهورية، سقفوا بعد ما قالت انت بتمشي وانا بروح، سقفوا في الجزء لما ابن دكتورة عزيزة
قال هي بتوفر لنا كل حاجه، فانت مش قدامك غير ان انت بس لو اي تقصير هيبقى من نفسك، منك نفسك. وجت بعدها اللقطه بتاعت العكاز، فسقفوا لما قالت انا اول مدير مستشفى عام، سقفوا عند الجزء بتاع هجر الزوج ان هي تحملت المسؤوليه اكتر من 22 سنه لوحدها وفي سن حرج للولاد، وان هي تحافظ عليهم ان هم يبقوا اسوياء. وسقفوا بعد الجمله بتاعت ما غبش من شغلي ابدا. التسقيف ده حدث وانا بحضر العرض، هزني من جوايا ان احنا قدرنا ان احنا ان فهمت كل مسج وصلت وفي وقت قليل بشكل قوي يعني. طب عايز اتكلم عن التوثيق المرئي في وزاره التضامن، يعني تمويل وفكره وكرو وشغل، اكيد انتوا معولين على يعني تجنوا ثمار افلام زي دي. دور المجتمع المدني، مشاركات الناس، ردود الافعال، مستنين ايه من هذه الوحده اللي انا عرفت في الاخر دلوقتي في الفاصل ان هي تختصر عليك، يعني هي ليست وحده، هي انت هو رئيس الوحده. يمكن هو كانت فكره يعني مشكوره جدا لمعالي الوزيره غدا ولي، ان هي ان زي ما يبقى في عندنا مثلا جزء استشاري للاعلام، ليه ما يبقاش في جزء للتوثيق المرئي؟ احنا عندنا برامج تنمويه كبيره جدا ولازم ان هي توثق سينمائيا بشكل قوي، لدرجه السنه اللي فاتت احنا في 2017 فقط عملنا 12 فيلم في السنة، يعني لو هتقولي بمعدل كل شهر فيلم وده حاجة كبيرة جدا. قدرنا ان احنا نوثق كل برامجنا، سواء كانت تكافل وكرامة، سواء كان سكن كريم، سواء كان في دور استضافة المرأة المعنفة. الحاجات دي محتاجة ان الناس تعرفها، محتاجة ان الناس تشوفها وتتقدم بشكل قوي مرئي بسيط. وكمان الافلام دي بتشارك في مهرجانات، يعني احنا كان عندنا فيلم اسمه اسطورة السنة اللي فاتت شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي واخد جائزة من مهرجان طنجة السينمائي الدولي في المغرب، والعديد صراحة من الافلام بندخل بيها مهرجانات وبتحصد جوائز، لان احنا بنقدم كواليتي كويسة جدا وفي نفس الوقت بيبقى جزء فيه دراما عالية فبيحقق نجاح وظاهر جدا المستوى في الفيلم حتى فنيا واخراجيا. عايز اسألك سؤال اخير، ازاي نعرض الفيلم ده لاكبر قدر من الناس؟ لانه مهم جدا، في ناس عندهم كده احساس انه لو حد عنده إعاقة إنه الدنيا خلاص قفلت في وشه، والأسوياء كمان مهم إن هم يتفرجوا، أو بلاش كلمة أسوياء، الطبيعيين، لأنه معقل الفكر يعني بالظبط مش قادر يعمل زي ده. إزاي نتيح عرض الفيلم ده لأكبر قدر من الناس؟ احنا كوزارة التضامن الاجتماعي بنتيحه من خلال السوشيال ميديا، من خلال عندنا الحمد لله مكون قوي جدا في السوشيال ميديا سواء اليوتيوب او على الفيسبوك، بنحاول ان احنا يعني نعمل ترويج لهذا الامر، ومن خلال طبعا دوركم كاعلام متميز في البرامج، ومن خلال كمان المهرجانات احنا بنحاول ان احنا نوصل لاكبر قدر من الناس، ان احنا نقول لهم ان في حاجات بتتغير سواء كانت في الدوله او سواء مستوى الاشخاص نفسها، واتفرج عليهم. على فكره يعني مثلا فيلم مسطوره لما كان في مهرجان كان وكان في مهرجان طنجة وخد جايزه، الناس نفسهم بيقولوا احنا اول ما شفنا ان دي حاجه حكوميه حسينا ان لا، ان الفيلم ممكن ما يكسبش، ولكن لما لقينا ان انت بتنفتح على البسطاء بشكل سينمائي جيد مختلف، ولقينا ان في قصه وفي بناء قوي للدراما، فقدرنا ان احنا بنمنحه مثلا نوع من انواع الجوائز. المخرج الحساس بجد ونقلت لنا هذا الاحساس، احنا بنشكرك، نورتنا. المخرج مهند دياب استشاري توثيق المرئي في وزاره التضامن، بنشكرك ونورتنا، وشكرا على الطاقه الايجابيه اللي خدناها النهارده. شكرا ليك وشكرا لفيلمك، ومستنيين ابداعات اجمل ان شاء الله تكتشف كده سيدات مصريات وعظيمات في مجالات مختلفه. بعد الفاصل لسه معاكم في صباح اون، ولاء حافظ صاحب اطول غطسه في العالم.